التربية والتعليم اختبارات سلوكية ولغوية لمتقدمي مسابقة 30,000 معلم أغسطس القادم. في نشرتنا النهاردة خبر عن مسابقة 30,000 معلم مساعد اللي انتهى التقديم فيها يوم 24 يوليو الجاري. وزارة التربية والتعليم أكدت إن المتقدمين للمسابقة سوف يخوضون عدد من الاختبارات الإلكترونية وكذلك في أغسطس القادم بجميع المحافظات، والاختبارات ستقيس الكفاءات السلوكية والوظيفية والمعرفية والتكنولوجية وأساسيات اللغة العربية واللغة الثانية التي يجيدها المتقدم وأساسيات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات. الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن باب التقديم أغلق بعد تقديم نحو 135,060 معلم، منهم 45,666 معلم رياض أطفال و 89,394 معلم فصل. وقال كمان أنه طبقاً للدراسات التي تمت بالتعاون ما بين الجهاز ووزارة التربية والتعليم، فإن الاحتياجات لمعلمين جدد تصل لنحو 150,000 حتى عام 2027، وعليه فسيتم تنظيم مسابقة سنوياً للدفع بنحو 30,000 معلم بعد التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط. وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق بالبدء بمرحلة رياض الأطفال ومعلم فصل للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية بمختلف المحافظات، وحدد الاحتياج لرياض الأطفال بنحو 15,187 معلماً و14,813 لمعلم فصل.